هذا هو الاختبار للفرض الذي اتفقنا عليه، وسيبدأ التنقيط من هنا. هذا التمرين الأول. التمرين الأول بسط ما يلي: 2 أس 3 في 2 أس ناقص 4 الكل أس 2، 3 أس 2، 3 أس 3 الكل أس 2 في 3 أس ناقص 5. إذا تأكد 2 3 ناقص 4. إذا 2 3 ناقص 4 كاين 2 و 3 و 3 زوج. 2 و 3 و 3 زوج كاين 3 3 ناقص 5. 3 3 ناقص 5. إذا 2 2 3 ناقص 4 كاين هنا 2، كاين 3 3 زوج، 3 3 زوج كاين 3 ناقص 5. هذه هي الفكرة. ما هي؟ لاحظ هنا خواص القوى بين هذا العدد، ماذا سيكون؟ ماذا سيكون؟ 3 في 2 6، ناقص 4 في 2 ناقص 8، 3 في 2 6 ناقص 5. هذا العدد فيه 3 فقط، وهذا العدد فيه 2 فقط. 6 ناقص 8، 6 ناقص 5 ناقص 2 1، ناقص 2 معناتها تهبط لتحت، 3 أس 1، 3 على 4. العدد الآخر، العدد الآخر، العدد الآخر ب 2 على 3 أس 2، 3 أس 3، 2 أس 2 3 أس 2 3 أس 3. الثلاثة الأسفل تصعد إلى الفوق، 2 ناقص 3 تصبح 3 ناقص 2، 4 في 3 12. عندي 2 3 3 2، 2 3 3 2 أس 2، أس 2. الاثنان في الثلاثة خواص القوى، خواص القوى، اثنان في ثلاثة واثنان في اثنان، اثنان في ثلاثة واثنان في اثنان. اذا تصبح ستة اربعة، اثنين في ثلاثة ستة، اثنين في اثنين اربعة، اثنان اس ستة. الاثنان في الاثنان في الاثنان ثمانية، ثمانية في الثمانية اربعة وستون، ثلاثة في الثلاثة تسعة، في التسعة 81. بالآلة الحاسبة نجد هذا المقدار، بالآلة الحاسبة 64 جداء 81، 51 84. العدد الأخير 2 على 7، 2 على 7 أس 4، 7 أس 2 4 أس 2. إذا العدد الأخير هو هذا، 2 على 7 أس 4، 7 على 4 أس 2، 49 على 2 أس 3. ثم 2 أس 4 7 أس 4، 7 أس 2 4 أس 2، 49 أس 3 2 أس 3. الآن البسط في البسط في البسط، المقام في المقام في المقام. هذه على حالها، هذه على حالها 49 هي 7 أس 2، ولكن احتاجها أس 3 معناها 47 أس 6. على حالها، على حالها 4 أس 2 هي 2 أس 2 أس 2 معناتها 2 أس 4. وش قصدي؟ قصدي هذه، قصدي هذه هي هذه، وقصدي باللي هذه هي هذه. هذا القصد.
الآن السبعة موجودة مرة واثنان وثلاثة، الأسس اثنان زائد ستة ناقص أربعة، وهنايا اختزال اثنان أس أربعة، اثنان أس أربعة تبقى اثنان أس ثلاثة. الحساب اثنان زائد ستة ناقص أربعة، ثمانية ناقص أربعة، بالآلة الحاسبة سبعة أس أربعة، سبعة أس أربعة بالآلة الحاسبة سبعة أس أربعة هي 24.01. هذا التمرين مشهور، لهذا ستكون له خلاصة خاصة. هذه المعطيات اكتبها من الشكل 2 أس ألفا، 3 أس بيتا، 5 أس جاما، 7 أس لاندا. إذا ماذا وجدنا؟ نستطيع أن أحل شفويا هذا التمرين، شفويا، لأن هنا الاثنان فقط وهنا الثلاثة فقط. الاثنان ثلاثة ناقص أربعة ناقص واحد أس اثنان ناقص اثنان إلى الأسفل، ثلاثة أس ثلاثة أس اثنان، ثلاثة أس ستة، ستة ناقص خمسة واحد، ثلاثة أس واحد. إذا ثلاثة أس واحد على اثنان أس اثنان. نكتب هاك ولا نكتب هاك ولا نكتب هاك؟ نفضل هذه الكتابة لأنها من الشكل هذا، اثنان أس عدد، ثلاثة أس عدد، خمسة أس عدد، سبعة أس عدد. نفس الشيء هنا، هنا الاثنان مرة واحدة وهنا الثلاثة مرتين. الاثنان مرة واحدة أسها اثنان، والثلاثة أس اثنان إلى الأعلى، ثلاثة أس ناقص اثنان، ثلاثة ناقص واحد، ثلاثة ناقص اثنان واحد. هنا اثنان، ثلاثة في اثنان ستة، اثنان أس ستة. اثنان في اثنان أربعة، ثلاثة أس أربعة. بالنسبة لهذا المثال نستطيع أن أنجز الحل شفويا كذلك. لاحظ معي الفكرة، الاثنان موجودة هنا وموجودة هنا وموجودة هنا، والسبعة موجودة هنا وموجودة هنا وموجودة هنا. إذا هذا العدد كله فيه الاثنان والسبعة فقط، نهتم بالاثنان. ماذا سيكون؟ يكون الاثنان هنا، هنا كان أربعة، وهنا اثنان أس اثنان أس اثنان، أربعة تختزل معه، تبقى اثنان أس ثلاثة فقط، إلى الأعلى اثنان أس ناقص ثلاثة. بالنسبة للسبعة كان سبعة أس أربعة الأسفل، سبعة أس اثنان الأعلى، سبعة أس اثنان أس ثلاثة، سبعة أس ستة. الستة والزوج ثمانية، ثمانية ناقص ربعة أربعة، معناتها سبعة أس أربعة. وهذا هو. إذا الحل كان بالتفصيل وكان حل شفوي. إذا انتهى هذا الفيديو. إذا وجدت اهتمام في هذا التمرين سأواصل الفيديوهات. هذا بالنسبة لشعبة الأداب، هناك تلاميذ أولى أداب أرادوا أن تكون هناك سلسلة لتحضير الاختبار الثاني. إذا وجدت اهتمام سيكون هناك فيديو بعده، وإذا لم يكن اهتمام سيكون هذا آخر فيديو. نواصل مع حل التمرين. الجزء الأول أكملناه، تبسيط الأعداد. الجزء الأول أكملناه، الجزء الثاني حساب القسم المشترك الأكبر 1952 و200، نقسم على اثنين، نقسم على اثنين، نقسم على اثنين، على اثنين، نجد اثنان أس خمسة، معناها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، واحد وستون. تقسيم اثنين، تقسيم اثنين، تقسيم اثنين، تقسيم خمسة، نجد واحد اثنان ثلاثة، معناها الأولى اثنان أس خمسة، ستة أس واحد وستون، نجرب اثنان أس خمسة، اثنان أس خمسة في واحد وستون.
الآن هذه 8 في 25، 8 في 25، من هي العوامل المشتركة؟ نسأل سؤال. الاثنين موجود هنا، موجود هنا، إذن هو عامل مشترك. الستة لا يوجد هنا، والخمسة لا يوجد هنا، 61 لا يوجد هنا، والخمسة لا توجد هنا. من هو أصغر أس للاثنان؟ 3 و5، 3. الشيء المميز في هذا الفيديو أنك تستطيع أن تعرف طرق أخرى بواسطة البرامج. هناك برامج، مثلا هذا البرنامج، نكتب 1952 و200 ونطلب منه حساب البي جي سي دي. ألف وتسعمائة واثنين وخمسون هو 8 في 244، والمئتين هي 8 في 25. القاسم المشترك هو 8. الطريقة الإقليدية طريقة القسمات المتتابعة. إذن هذه طريقة، غادي نخدم بها، طريقة إقليدس. هذا كما كنت ديرو في البيام، هذه طريقة. سأضع رابط الموقع أسفل الفيديو. الطريقة الثانية، الطريقة ميثود افيشي ديراكتومون لو ريزولتا دو بي جي سي دي، مباشرة أعطيني النتيجة، يعطيك النتيجة هي 8. ليست دي ديفيزور، أعطيني قوائم القواسم القواسم ثم أختار المشترك. إذا 1952 عندها هذه القواسم، والمئتين عندها هذه القواسم. من هي القواسم المشتركة؟ 1 2 4 8. من هو أكبر هذه القواسم؟ هو 8. هناك ديفيزيون إقليديان، القسمة الإقليدية، قسمات متتابعة التي رأيناها منذ قليل. نقسم هذا، يعود عنده باقي وحاصل قسمة، باقي وحاصل قسمة إلى أن أجد 8. اللي خدمنا بها احنا فاكتور برومي، معناتها شداء العوامل الأولية. 1952 هو 2 5 مرات في 61، والمئتين هي 2 3 مرات في 25. من هي القواسم المشتركة؟ 1 2 3، الاثنان والاثنان والاثنان، هذا هو المشترك، هذا مشترك مشترك مشترك، فأجد 8. إذن وضحنا فائدة الفيديو هذا في أن يعطيك فرصة باش تتنقل للمواقع منذ قليل. سأترك روابط المواقع أسفل الفيديو. الحساب المضاعف المشترك 9 و12 و120، 12 و120، 120 مضاعف لاثنى عشر، إذن أتخلص من 12، فيكون نفسه القاسم المشترك بين 9 و120. 9 3 أس 2، 120 2 أس 3، 3 أس 1، 5 أس 1. من هي العوامل المشتركة وغير المشتركة؟ 2 و3 و5. أكبر أس للاثنان، أكبر أس للثلاثة، أكبر أس للخمسة. بالآلة الحاسبة 8 في 9 في 5، 360، فأجد 360. إذا كيف أحصل على هذه النتائج؟ تقسيم 2، تقسيم 2، تقسيم 3، تقسيم 5. أتحقق بالآلة الحاسبة 120، 2 3 مرات، 3 مرة واحدة، 5 مرة واحدة، مرة واحدة، مرة واحدة، 1 2 3، 3 مرات، 3 مرات. انتهى الفيديو.
إذا التمرين الخامس، هذا التمرين رقم 5 انتهى. نواصل مع التمرين الثاني، حل المقام وبسط كل من الكسور التالية إلى جداء عوامل أولية واكتبها على شكل كسر غير قابل للاختزال، ثم حدد منها الأعداد العشرية. الكسر الأول 308 تقسيم 770، 308 تقسيم 770. وهنايا 4 7 7، هذه 7 في 11، نختزل 77، 4 على 10 تقسيم 2 تقسيم 2 315. وهذه في 10، 63 هي 7 في 9 135، هي 27 في 5 ثم 3 أس 2 5 أس 1 7 أس 1، 2 أس 1 5 أس 2 3 أس 3. نختزل، هنا كاين 3 مرتين والخمسة مرة، 3 مرتين والخمسة مرة، معناه راح تختزل هذه مع هذه، وراح تتنح هذه مع هذه، تبقى 7 6 في 5، وهذه 360، 36 في 10، 77 في 36، صحيحة. 2 أس 2 3 أس 2 7 في 11، هذه 9 في 4، 4 في 9، 4 في 9، في الزوج في الخمسة، معناتها 2 3 مرات، 3 مرتين 5 مرة، 2 مرتين 3 مرتين 7 مرة 11 مرة. لماذا هذا العمل؟ لأنه طلب ذلك، لأنه قال تحليل البسط والمقام إلى جداء عوامل أولية. إذن هذه المرحلة هذه مطلوبة، هذه مطلوبة، هذه المرحلة هو طلب ذلك. نختزل باختزال، مش عندي، عندي 3 مرتين 3 مرتين، 2 مرتين وال2 مرتين تبقى مرة، الزوج في الخمسة 10، 7 في 11 77. الآن بالنسبة للأعداد العشرية، قال ثم اخفرز، ماذا قال؟ ثم حدد منها الأعداد العشرية. متى يكون العدد العشري؟ إذا كان مقامه هو للاثنان أو 5 فقط. وهناك حيلة نستعمل على الحاسبة، 308 تقسيم 770 عدد عشري، 315 1350 ليس عدد عشري، 360 تقسيم 27 72 ليس عدد عشري. أستطيع أن أعرف أنه عشري أو لا بالآلة الحاسبة أو العمل الرياضي. انتهى التمرين الأول، الجزء الأول. الجزء الثاني كتابة A جذر B
الآمن زاد وبيم الآن. الخمسين هي 25 في 2، هذه درسوها في الأهلية، 25 تخرج مع الخمسة 25، هذه 9 تخرج، هذه الربعة تخرج، هذه الخمسة تخرج، هذه الربعة تخرج، وش يبقى؟ يبقى 14، ما نقدرش نخرج منها والو، 30 ما نقدر نخرج منها والو. لخص العمل في جدول العدد وتبسيطه. هذه الأوراق سأتركها أسفل الفيديو.